هذا العالم العربي الجليل، الطبيب الكيميائي، نابغة عصره وكل العصور، اسمه محمد بن زكريا، وكنيته أبو بكر، ولقبه الرازي، فهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. عاش الرازي في العصر العباسي، وقد بدأ حياته مبتعدا عن أماكن له حتى بلغ 30 من عمره، فاتجه إلى الكيمياء والطب، ونبغ فيهما نبوغا منقطع النظير. ففي الكيمياء اكتشف الرازي لأول مرة في التاريخ زيت الزاج، والذي نعرفه اليوم باسم حمض الكبريتيك. هذا الحمض ذو أهمية كبرى، وتقوم عليه اليوم معظم الصناعات. والرازي هو أول من استخرج الكحول من تخمير وتقطير مواد نشوية وسكرية، وهي طريقة لم تكن معروفة قبله. وفي مجال الطب كانت له اكتشافات كثيرة، منها ابتكاره لهذه القطعة من القماش على هيئة فتيل توضع في الجرح بعد إجراء العملية الجراحية حتى تمتص القيح والصديد، فلا يصاب الجرح بالعفونة، وهي طريقة يتبعها الجراحون حتى اليوم. والرازي هو مبتكر حجرة الطبيب كما نعرفها اليوم، وهو صاحب أول عيادة في التاريخ، ومبتكر طب العيادة، وهو الذي فصل الطب عن الصيدلة، حيث كان الطبيب قبله يرى المريض ويقدم له الدواء من عنده، لكن الرازي كان يفحص المريض ويقدم له الروشتة، ويقوم الصيدلي بصرف الدواء الذي وصفه الطبيب. وكان الرازي يتحقق من صحة فروضه ونظرياته بإجراء التجارب على الحيوانات، ومنها القرود، وهي طريقة متبعة في مراكز الأبحاث حتى اليوم. وهو مخترع طريقة الكشف على لوزتي المريض عن طريق الضغط على لسانه بملعقة خاصة. وما دخل قطعة اللحم في بناء المستشفى يا أبا بكر؟ سوف أقسمها إلى 4 أجزاء، وأعلق كل قطعة في جزء من المدينة لأستدل على أي الأماكن أصلح لبناء المستشفى. وبعد عدة أيام، وكيف عرفت أن هذا المكان هو أصلح الأماكن لبناء المستشفى يا أبا بكر؟ لأن هذه القطعة من اللحم كانت آخر القطع تعرضا للفساد، إذن فالهواء هنا نقي وصحي. وتولى الرازي رئاسة أول مستشفى أقيم في التاريخ، واهتم الرازي بتدوين أفكاره ونظرياته في الطب والكيمياء، ومن مؤلفاته كتاب الحاوي في الطب، وهو مكون من 30 مجلدا. وما زال كتاب الحاوي يدرس في كليات الطب بالعالم حتى اليوم، وقد دفع لويس 11 حاكم فرنسا مبلغا كبيرا من الذهب لكلية الطب بفرنسا حتى توافق على إعطائه نسخة من كتاب الحاوي ليعالجه الأطباء بها كلما مرض. رحم الله أبا بكر الرازي جزاء ما قدمه من خدمة للطب والكيمياء.